اختتمت فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي الذي عقد في المملكة تحت شعار عمان عاصمة الطب العربية، بمشاركة 750 طبيباً وإدارياً من 51 دولة يمثلون جهات محلية وعالمية متخصصة في قطاع السياحة العلاجية، من مستشفيات ومراكز رعاية صحية وشركات تأمين وشركات أدوية ومعدات طبية. وعرض المؤتمر الذي يعد أكبر منتدى متخصص في السياحة العلاجية والسفر الصحي في العالم مواضيع هامة على مدى يومين قدمها 60 متحدثاً أردنياً وعربياً وأجنبياً. ويهدف المنتدى الذي استمر يومين إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية للسياحة العلاجية والسفر الصحي. المؤتمر أجى في وقت يعني بعد جائحة كورونا بوقت جدا مهم، لأنه إحنا من جائحة كورونا قلت عندنا السياحة العلاجية في الأردن، وإن شاء الله هذا المؤتمر إنه يرجع يعيد السياحة العلاجية للأردن، بما أنه حتى المنافسة حوالينا زادت في الأردن بالسياحة العلاجية بالمنطقة من السعودية ومن الإمارات، كل الدول بلشت تنتبه لأهمية السياحة العلاجية في الوطن. لذلك إحنا إن شاء الله كالأردن وخصوصا بعمان بالمستشفيات لازم نقود هاي المسيرة وحسب رؤية جلالة الملك، وننتشر بإذن الله بقوة بالسياحة العلاجية، لأنه تتوفر لدينا الإمكانيات كاملة بإذن الله. السياحة العلاجية في الأردن تعتبر نموذج يحتذى به على مستوى، ليس على مستوى الوطني وليس مستوى الخليجي ولا العربي ولا الإقليمي بل عالمي. هذا ليس شهادة مجاملة، وإنما هذه شهادة كأنا مسؤول في وضع السياسات والأنظمة على مستوى العالم العربي لمدة 5 سنوات وعلى مستوى الخليج لمدة 17 سنة، وكذلك شهادات المنظمات العالمية الدولية. الأردن يعتبر متقدم في مجال السياحة العلاجية، سواء من نظرة أكاديمية، من نظرة تقييم الخدمات، من نظرة سلامة الخدمة الصحية، من نظرة تنافسية، من نظرة هيئات والمنظمات والمؤسسات العالمية في تقييم السياحة العلاجية في الأردن. هذا باختصار ما أريد أن أقول، أن الأردن تعتبر A Standard 1 Plus.